بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة وبنستكمل سلسلة الأسيبتيك تكنيكس أو خطوات التعقيم ونقل البكتيريا. بنتكلم في الفيديو ده عن نقل البكتيريا من وسط صلب في البيتري ديش إلى وسط سائل في أنبوبة اختبار، ونشوف الفيديو مع بعض. طبعا أول خطوة متوقعينها هتكون إيه؟ بالتأكيد زي ما حضراتكم قلتم كده، تعقيم الإبرة. والإبرة هنا هتكون الإبرة اللوبد اللي هي فيها حلقة في الطرف بتاع الكون المخروط بتاع بانسن. أيوة، مررناها مرتين كده عقمنا الإبرة. طيب بعد كده الخطوة التانية بنعمل إيه؟ هنشوف مع بعض كده. الإبرة ما بتنزلش على البنش خلاص، بنرفع البيتري ديش الغطا بتاعه يدوب على مسافة الإبرة فقط حماية ليه، وبنروح عند أيوة بكتيريا واحدة فقط. أيوة، هنعيد الخطوة دي تاني عشان نعمل لكم زوم على الخطوة دي. اهي هنا مرة تانية، اهي راح لمستعمرة واحدة بكتيرية والغطا مغطي وبيحمي الطبق. خدنا من مستعمرة واحدة فقط مش من كل المستعمرات بالظبط كده، وبنقفل الطبق. الإبرة ما لمستش أي شيء تاني. بنبتدي نتحرك بعد كده، بنقفل وناخد الأنبوبة باليد اليسرى، وبعدين بناخد الغطا زي ما اتعودنا، اهو الخنصر والبنسر، وبعدين رحنا عقبنا الفوهة برضه في نفس المكان في طرف الكون او المخروط الازرق، وبعدين حطينا الابره في السائل بس من غير ما نلمس جدران الانبوبه. بنطلع الابره وبنعقم مره ثانيه في فوهه الانبوبه، وبعدين بنقفل الغطا وبنحطها في الراك مره ثانيه في الحامل بتاع الانابيب. هيبقى فاضل خطوه واحده. ايوه بالظبط، نعقم الابره اللي احنا استعملناها في نقل البكتيريا عشان نضمن ما فيش اي نوع من انواع التلوث. وبكده بتكون تمت الخطوه بتاعتنا على خير. نطبقها بقى في المعمل مع بعض، ونلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. شكرا، والى ان نلتقي اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.